بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في كورس السيل بيولوجي. ان شاء الله هناخده مع بعض في الترم دوت. انا اسمي احمد شريف عطيه، استاذ في قسم الميكروبيولوجي والايمونولوجي هنا في كليه صيدله جامعه القاهره. وان شاء الله الكورس دوت هناخده مع بعض. احنا 3 اعضاء هيئه التدريس بندرسه. معانا دكتوره منى توفيق كاشف، استاذ مساعد في القسم، دكتوره نوع الحسيني مدرس في القسم، وانا معاكم برضو دكتور احمد، وانا اللي بيسموني الكورس كوردينيتور، يعني المسؤول عن الكورس. لو في اي مشاكل او اي حاجه بتواجهكم ممكن توجهولي الاتصال دوت، وان شاء الله ما يبقاش فيه مشاكل. بالنسبة لتوزيع درجات الكورس الدرجات بتاعته بتتقسم على 4 items. عندنا في final exam اللي هو بنسميه written exam، ده بيبقى عليه ان شاء الله 50 درجة. في عندنا برضو مع الامتحان الفاينل دوت بيبقى في امتحان شفوي. الامتحان الشفوي دوت بياخد 10 درجات، يعني 10 درجات. وفي اعمال دوريه غالبا هتبقى عباره عن كويزز نعملها اونلاين، هتحلوها اونلاين، هيبقى عليها 15 درجه. وفاينالي الجزء العملي عليه 25 درجه، زي ما هو باين قدامكم مجموع درجات 100 درجه. طيب لو حد فيكم عايز يوصل لي، اسهل حاجه ان انت تبعت لي ايميل على الايميل اللي واضح قدامكم دوت في الايميل بتاع الكليه. وفي نفس الوقت برضو لو فيزيكلي عايز تقابلني، انا مكتبي في الدور الرابع في قسم الميكروبيولوجي، اوضه رقم دي 404. والايام ممكن نتفق عليها بالايميل، يعني ممكن تاخد مني ميعاد بالايميل، ولو انت عايز تقابلني فيزيكلي نتفق على الميعاد على حسب بقى. طيب هناخد ايه في الكورس دوت مع بعض؟ الكورس دوت زي ما هو باين من اسمه سيل بيولوجي، بيولوجيا الخلية. فبينقسم عندنا الكورس لثلاث محاور او ثلاث وحدات. هنتكلم في الموديول الاولاني على حاجة بنسميها السيل ستراكشر، التكوين بتاع الخلية. في الموديول الثاني بنتكلم على الفانكشن، الوظائف اللي بتحصل جوه الخلية، السيل فانكشن. واخيرا الموديول الثالث والاخير هنلاقي ان احنا هنتكلم فيه على فانكشن مهمه جدا من الفانكشنز بتاعه السيل، هي بنسميها السيل ديفيجن او عمليه انقسام الخليه. فلو جينا نبص على اوفر فيو على الكورس بتاعنا، هنلاقي ان احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم على الاوريجين بتاع الخليه، وبعد كده نتكلم برضو على الـ different types of cells، الأنواع الخلايا المختلفة. وبعد كده نبتدي نتكلم مع دكتورة منى، نتكلم على الـ structures بتاعة الخلية. فنبتدي معاكم بالـ outer structures، وبعد كده الـ internal organelles، الوضعيات الداخلية. وفي محاضرة مخصوصة على واحدة من أهم الأورجانيلز اللي هي بنسميها النيوكليوس أو النواة اللي بتحتوي على الجيناتيك ماتيريال. وبعد كده هتنقل للجزء بتاع دكتورة نوعا هتتكلم فيه على الانترنال انتراكشنز، ايه البيوكيميكال رياكشنز اللي بتحصل جوه الخلية، وبرضو الانتراكشنز مع الاوتر انفايرمنت. وفاينالي هنتكلم على الموديول الثالث اللي هو نتكلم فيه على السيل سايكل وعلى السيل ديفيجن بروسيس، ولو حصل uncontrolled growth للخلية، عملية السيل ديفيجن دي لو مشيتش بصورة طبيعية بيتكون عندي الكانسر فورميشن. وفاينالي آخر محاضرة هنتكلم فيها عن الموت بتاع الخلية، السيل ديث. وبكده لما نخلص السايكل ديت يبقى خدنا فكرة كويسة جدا عن البيولوجي بتاعة any living cell. طيب نبدأ المحاضرة بتاعة النهاردة. بنهاية المحاضرة بتاعة النهاردة هنتعرف على كذا item.
First thing is the definition of the cells. What is the cell? ايه هي الخلية؟ تعريف الخلية. وهنتكلم briefly باختصار على the different hypotheses of the origin of the life. ازاي الناس فكرت ان الحياة والخلايا الحية دي نشأت. نتكلم على جزء مهم وهو ده fundamental لغاية دلوقتي اللي هو بنسميه cell theory او نظرية الخلية. واخيرا هتبقى مراجعة بسيطة على حاجات already يمكن درستوها قبل كده اللي هي types of cells، ان احنا في عندنا animal cell و plant cell و eukaryotic cell و prokaryotic cell. واخيرا اخر حاجة هنعرف ايه هي الكاركترستكس، ايه هي الخواص اللي لو هي موجودة في living organism هنسميه living organism، ان هو كائن. تعالوا نبتدي اول جزء عندنا اللي هو ال definition of the cell. هنلاقي ان definition of the cell ليه اكتر من صياغة. فهنلاقي بعض الناس بتقول ان ال cell is the building block of life، الخلية هي وحدة بناء الحياة. وفي definition تاني تفصيل شوية بيقول the cell is the structural and functional unit of all known living organisms. هو مش بيتكلم بس على وحدة بناء، لا هو بيتكلم بيقول ان هي مسؤولة عن الستركشر يعني البناء، والفانكشن الوظائف بتاعة اي كائن حي بتعتمد على الوظائف الكامنة في الخلية. وفي نفس الوقت هنلاقي اخر تعريف عندنا the cell is the simplest unit of an organism that is classified as living. يعني ابسط صورة لكائن نطلق عليه لفظ ان هو living organism هو متمثل في الخلية. زي ما انتم شايفين كده هو ده السلايد عليها ثلاث كلمات نتعلم عليهم بالاحمر life living living، معنى كده ان هو اكيد في حاجات non living، في حاجات مش حية. فهو what is meant by life، ايه الحاجة اللي نقول عليها انها حي. فاللife is equality يعني خاصية، that distinguish اللي بتفرق a vital and functional being، كائن حي وحيوي وقادر على انه يعمل وظائف بتاعته، from a dead body من جسم حي or purely a chemical matter او مجرد مادة كيميائية. يعني معناها ان دي الخواص اللي موجودة في حاجة اللي تخليها تفرق عن حاجة غير حية. فده زي كأنه عرف الماء بالماء، life is not هي عكس اللي مش life. طيب في تعريف تاني ممكن يدينا input اكتر على الموضوع ده، ويقول life is a state or the state of matter complex or individual characterized by the capacity to perform certain functional activities including metabolism, growth and reproduction. ايه الكلام اللي بنتكلم عنه؟ هو بالكلام ده باختصار بيقول ان هي الحالة state اللي لما يكون فيها عندي كائن او شيء معقد انا هسميه ان هو living لو كان عنده بعض القدرات ال capacity to perform certain functions. الفانكشنز دي تتضمن، خدوا بالكم انها مش كلها، ميتابوليزم اللي هو الايض اللي هو الانابوليزم كاتابوليزم البناء والهد، جروس النمو، وريبرودكشن التكاثر. معنى كده ان انا ما ينفعش يبقى في عندي حاجه مش حيه وتعرف تعمل حاجه من دول، ما فيش حاجه مش حيه تعرف تعمل ميتابوليزم ولا هتنمو ولا هتريبرودوس. تمام. طيب ايه هو الاوريجين اوف لايف، ابتدت منين الحياة دي؟ الحقيقة السؤال دوت very controversial، يعني ايه very controversial؟ يعني مثير للجدل من زمن طويل وفي اماكن كتير all over the world and throughout the history. يعني الناس بتسأل السؤال دوت من زمان قوي وفي كل مكان. فتعالوا ناخد فكرة سريعة عن بعض الديبتس او النقاشات اللي دارت حوالين الموضوع ده. اول نظرية نشأت او تكونت حوالين نشأة الحياة هي بنسميها السبيشيال كرييشن. السبيشيال كرييشن دي نظرية هي الحياة هي الكور بتاع الميجور ريليجنز، هي القلب بتاع الاديان السماوية
الأساسية اللي موجودة عندنا، الإسلام والمسيحية واليهودية، إن هو في عندنا سوبر ناتشرال أور ديفاين فورسز، قوة خارقة أو قوة إلهية هي اللي أوجدت الحياة. وده زي ما قلنا إن الهايبوثيسيس ديت هي الكور أوف موست ميجر ريليجن. إحنا في الدين بتاعنا ان احنا ربنا هو اللي اوجد الحياة، خلق او الكائن وهكذا ابتدى يتكاثر. So it is the oldest، هي الاقدم، and the most widely accepted، واكتر واحدة مقبولة من الناس في العالم كله. However، لكن للأسف في بعض الناس بتجادل في هذه النظرية وبتقول ان هي نظرية غير علمية، هي unscientific explanation. ليه يا ناس بتقولوا كده؟ هو بيقول لك because it cannot be tested and potentially disproved، عشان انا ما اقدرش اختبرها واثبت انها صح ولا غلط. ففي ناس بتريجكت النظرية دي، لكن طبعا الغالبية العظمى وخصوصا زي اللي بيؤمنوا بالأديان السماوية، هنلاقي إن إحنا مؤمنين ومسلمين إن إحنا ربنا هو اللي أوجد الحياة. طيب، في ناس تانية بتفكر بطريقة تانية مختلفة. في ففي نظرية تانية بيسموها extraterrestrial origin of life. extraterrestrial يعني معناها من خارج الأرض، يعني معناها بيقول إن الحياة نشأت في مكان تاني غير الأرض، وبعد كده حصل غزو بالحياة ديت للأرض. الهايبوثيسيس ديت ستيت ذات لايف ديد نوت اوريجينيت اون ذا ايرث، الحياة لم تنشأ على الأرض، but it was carried to the earth by meteors and or cosmic dust، لكن اتنقلت للأرض بالنيازك as an extraterrestrial infection، كعدوى من خارج الأرض. برضو في العلماء بيقول لك الكلام دوت ان ساينتفك. ليه؟ لنفس السبب، it cannot be tested and potentially disproved. فهتلاقي النظريه ديت المؤيدين بتوعها قليلين قوي. طيب، وما الناس الساينتفك دول بقى بيقولوا ايه؟ الناس اللي هو عايز نظريه ساينتفك، الناس الساينتفك زي ما هتتعلموا في الكليه، احنا هنا في كليه عمليه، دايما اي نظريه بنعمل اوبزرفيشن، بنشوفها و شوف الاوبزرفيشن ديت صح ولا غلط، وبتأيد النظرية بتاعتنا ولا ما بتثبتش. فلما الناس ابتدت تعمل مخها في هذا الموضوع، نزأت نظرية قديمة شوية بنسميها spontaneous generation او النشوء التلقائي. الثيوري ديت زي ما حكيت لكم دلوقتي هي غريبة شوية، هي يعني فيها بعض الحاجات اللي احنا ممكن نستغربها، لكن هي لسه موجودة. فهنلاقي ان هو النظرية بتقول ايه؟ النظرية بتقول ان احنا عندنا living matter could and does arise from non-living matter، الاشياء الحية ممكن ان تنشأ من اشياء غير حية. غريب او الكلام ده. فهنلاقي ان هما بيقولوا مثلا، قالك لو انت جبت سويتي كلوز، جبت قميص كده مثلا بتاع فلاح او عامل بيشتغل طول النهار في الحقل او في المصنع بتاعه ومليان عرق ومليان تراب، ورابت اراوند اي ويت اون ان اوبن جار، ولفيت القميص دوت حوالين شويه قمح وحطيتهم في بطرمان مفتوح 21 يوم، ايه كل الحاجات دي عباره عن حاجات غير حي. هتلاقي بعد 21 يوم في فار طالع من الاوبن جار ومن القميص دوت. فادي القميص والقمح 21 يوم حاجات غير حيه، طلع فار اللي هو حاجه حيه. هو دي حقيقه نظريه، واكيد احنا لو عملنا التجربه دي النهارده هنلاقي نفس الحكايه بتحصل. بس هو اكشولي هو الفكره ان احنا ما شفناش الفار وهو داخل، احنا شفناه بس وهو خارج بعد ال 21 يوم، لكن هو اكشولي الفار جه من بره على القمح و الحاجات اللي ملفوفة في الموضوع ده، ومش ان الفار نشأ من الحاجات الميتة.
نفس الحكايه برضو في الراتس اللي هي الفرن الكبيره شويه، جاست ثرو جاربج، ارمي شويه زباله في الشارع، ان فيو دايز، في ايام قليله جدا، راتس ويل تيك بليس اوف ذا جاربج، هتلاقي الفران واخده مكان الزباله وطالعه منها. ده نفس الحكايه برضو، هي الفران جت على الزباله مش طلعت من الزباله. فدي النظريه، لكن هم كانوا بيعملوا الاوبزرفيشن، كانت الاوبزرفيشن مش دقيقه، لكن هم بنوا الهايبوثيسز وفي ناس كتيره صدقتهم ان هو لقوا الكلام منطقي. كل ما بيعملوا التجربه ديت بيلاقوا الاوبزرفيشن ديت بتحصل. طيب هل العلماء سكتوا في كده؟ لا، لقينا ان في مجموعه كبيره من العلماء ابتدت تشتغل بتقول يا جماعه الكلام ده doesn't make any sense، الكلام ده مش معقول ابدا، اكيد في حاجه غلط في النظريه دي. اول عالم عندنا، مش مهم عندي في سنه كام، لكن مهم ان احنا نفتكر اسمه، اسمه فرانسيسكو ريدي. فرانسيسكو ريدي ده هو واحد من اللي ابتدوا يعملوا تجارب عشان يديس بروف. يعني ايه يديس بروف؟ يعني يثبت خطأ هذه النظرية، وهو انه هو عمل التجربة اللي قدامنا دي. كان من ضمن مظاهر نظرية الاسبونتينيوس جينيريشن، الناس لو جابت شوية لحمة وسابتهم شوية مكشوفين هيلاقوا ماجوتس، هيلاقوا حشرات اللي هي عامله زي الهاموش الصغير بتلم على الموز كده هو بتظهر منها. فكان بيقولوا ان الماجوتس ديت مصدرها هو اللحمه اللي هي نون ليفنج، ماجوتس ليفنج واللحمه نون ليفنج. ففرانسيسكو ريدي قال الكلام دوت غلط وانا هثبت لكم الكلام ده. فجاب 6 حتت لحمه زي ما احنا شايفين كده هو، وقسمهم لثلاث مجموعات، حط حتتين في اوبن جار وحط حتتين تانيين في تايتلي كلوزد جار، يعني بطرمان مقفول باحكام شديد، وحط حتتين تانيين في جار كلوزد ويز كلوز نيتنج، وحط التاني اتقفل على قفله بس بقى مش بغطا محكم، لا بشبكه خفيفه كده عامله زي ما يكون حته تشيتش، وسابهم كذا يوم في الجو. فلقى ان اللحمه المكشوفه الماجوتس حصل لها ديفلوبمنت، بينما التايتلي كلوزد جارز ما حصلش اي ديفلوبمنت لاي ماجوتس عليها، بس هو لقى في شويه ماجوتس بيطيروا حوالين البطرمه لكن مفيش اي حاجه خالص على اللحمه. بينما اللي كان مقفول بحته الشاش ده وتلاقي اللحمه برضو ما عليهاش ماجوتس، لكن لقى بعض الماجوتس على الجار، على الغطاء بتاع الجار اللي هو الشاش. فاستنتج ايه فرانسيسكو ريدي من التجربه دي؟ قال ان الماجوتس ما بتنشأش من حتت اللحمه دي، الماجوتس دي طلعت من ان الماجوتس عملت لاينج للاجز، الماجوتس الام باضت البيض بتاعها المره دي هنا على اللحمه، هنا ما عرفتش، وفي حاله الكلوزنج بعضهم عمل لاينج للاج على حته الشاش، لكن مفيش حاجه طلعت من اللحم. وبكده فرانسيسكو ريدي قال ان مش مصدر الماجوتس هو النون ليفنج سي. وده باختصار اللي احنا قلناه في السلايد. طيب جه بقى لويس باستير، ده هو ده عالم فرنسي وبرضه مش مهم عندي السنه، برضه عمل تجربه تانيه عشان يثبت ان الاسبونتينيوس جينيريشن ديت نظريه خاطئه. فعمل ايه لويس باستير؟ لويس باستير عمل تجربه تانيه، كانت التجربه النظريه بتاعت الاسبونتينيوس جينيريشن بتقول ان احنا لو جبنا شويه شوربه بنسميها بروس وسبناها شويه كده اهوت، هنلاقيها بقت معكره، وكونها ان هي معكره معناها ان هو حصل فيها اللي بنسميه مايكروبيال جروس، يعني بعض الميكروبات نمت جواه. طيب ايه المشكله ديت؟ قال لك المشكله ديت، قال لك الكلام دوت مش حقيقي، الكلام دوت doesn't make sense. الاقي فقال لك انا هعمل ايه؟ انا هجيب الشوربه وهغليها. هتغلي ليه يا باستير الشوربه؟ قال لك عشان لو هي كان فيها ميكروبات اصلا واحنا مش شايفينها نموت. طيب يبقى دي اول حاجه. حاجة تانية قال لك انا هحط الشوربة مش في فلاسكة مفتوحة، لا انا هحط شوربة في فلاسكة بنسميها اس شيبد فلاسك، الرقبة بتاعتها عاملة زي حرف الاس. ليه؟ عشان مفيش ميكروبات تيجي من بره وتخش، لو دخلت تتحشر هنا ما تعرفش توصل للشوربة. ففعلا جاب الشوربة حطها في الاس فلاسك شيبد وغلاها واستنى، مفيش جروس حصل. طيب
عشان يأكد النظرية بتاعته وجهة نظره الموضوع ده. قال لك ايه؟ قال لك لا، المرة دي انا هغلي، فانا موتت اللي كانوا موجودين لكن هكسر الرقبة ديت. فايه اللي حصل لما عمل بريكنج للاس شيبد نيك وحصل ويت؟ حصل الميكروبيال جروس. يبقى كده لويس باستير قال ان مصدر الميكروبس اللي بتعمل جروس في البروس ديت هو الدست اللي موجود في الاير وبينزل جوه الفلاسك. لما عملنا الاس شيب فلاسك اتحشرت، ما قدرتش توصل للبروس. لما موتنا الميكروبات اللي جوه اوريدي واحنا مش شايفينها، مفيش حاجه نمت. وبكده هو اثبت النظريه بتاعت ال سبونتينيوس جنريشن ان دي نظريه غير سليمه، فعمل ديس بروف للسبونتينيوس جنريشن اكسبيرمنت. ودوت برضو سمري للي احنا قلناه على السلايد. ولو انتوا برضو عايزين تشوفوا الفيديو دوت، ممكن تدوس على اللينك دوت او تسكان الكيو ار كود دوت في الهاند اوتس بتاعتك، هتوديك للفيديو اللي بيحكي التجربه دي. طيب في نظريات تانية؟ في نظريات تانية. في عندنا نظرية تانية بتتكلم على اللي بنسميه الكيميكال ايفوليوشن، ان الحياة نشأت على الأرض نتيجة الكيميكال كونديشنز اللي كانت موجودة فيها. لما تفاعلت مع بعضها الكيميكالز في الانفايرومنتال كونديشنز اللي كانت موجودة نشأت الحياة. طيب هي الكونديشن كانت لوك لايك ازاي؟ كانت الأرض عاملة ازاي ساعة بداية الحياة، بداية تكوينها؟ كان فيها حاجتين مميزين جدا: هاي تمبرتشر، درجة حرارة مرتفعة جدا، وريديوسنج اتموسفير. يعني ايه ريديوسنج اتموسفير؟ ريدكشن يعني اللي هو بنسميه الاختزال، ان هو كميه الاكسجين قليله ودايما بيحصل اختزال لحاجات كتير. فالريديوسنج اتموسفير دوت هنلاقي ان هو مينلي كربون دايكسايد ونيتروجين هم اللي موجودين. في عندنا كميات كبيره جدا من الميه، في عندنا هيدروجين وعندنا سلفر ونيتروجين وكربون. هيدروجين جاز موجود بكميه كبيره، ليتل if any oxygen، الاكسجين قليل جدا ان كان اصلا موجود. وما عندناش كمان طبقه الاوزون اللي هي بتحمي الارض من الالترا فايولت راديشن بتاعه الشمس. فكل دول عملوا ريديوسنج اتموسفير توجذر مع الهاي تمبرشر. بيقول ان احنا لو احنا جبنا الكيميكالز ديت وعملنا كونديشن شبه اللي كانت موجوده، ريديوسنج اتموسفير وهاي تمبرشر، احنا ممكن نكون مكونات الخليه الحي. فجه عالم اسمه ميلر عمل التجربة ديت في المعمل وعمل كونديشن شبه شوية اللي كانت موجودة في الأرض. فقال لك ادي الأوشانيك كومبارتمنت، هي دي المية اللي موجودة في المحيط، ودرجة الحرارة المرتفعة بتخلي المية ديت تتبخر، الووتر تتحول لووتر فيبر وتطلع فوق قرب السماء، فتتكون في عندنا الاتموسفيريك كومبارتمنت اللي عامل زي الطبقه بتاعه الغلاف الجوي. ولقى هنا ان هو كمان حط الكترودز عشان تعمل الكتريك سبارك. تشبه ايه؟ تشبه البرق اللي كان بيحصل في الجو. فهنلاقي ان الكيميكالز الجازز اللي احنا اتكلمنا عليها، الكربون دايكسايد والووتر فيبر مع النيتروجين مع السلفر مع كل الكيميكال كومباوندز اللي احنا بنعتقد انها كانت موجوده، والالكتريك سبارك ديت هيحصل كيميكال رياكشن. لو احنا عملنا كوندنسيشن بردنا البرودكتس ديت، هترجع هنا هو تتكون تاني ليكويد نقدر نجمعه من هنا. لو ان البرودكتس عباره عن كومباوندز، مش مهم عندي انك تحفظها، هي عباره عن الكومباوندز اللي احنا دلوقتي بنشوفها في تركيب الليفينج اورجانيزم. تمام؟ فالنظريه ديت اثبتت ايه اللي هي بنسميها الكيميكال ايفوليوشن. بتقول ان سمبل كيميكال رياكشن، بعض الكيميكال رياكشنز البسيطه فورم، هتكون كومبلكس مولكولار سيستمز فيفرينج لايف، هتكون مركبات كيميائيه معقده تحبذ الحياه. خدوا بالك هنا هو ما فسرش هي بقت حيه ازاي. هي الكيميكال كومباوندز اللي كونت هنا هو ممكن نلاقيها دلوقتي من مكونات الليفنج اورجانيزم، من مكونات السيل، لكن هي ما فسرتش هي جت منين، ازاي بقت حاجه
حياة، فهي فسرت التكوين لكن ما فسرتش نشأة الحياة ازاي دوت بقى خلاها living organism. فهنلاقي زي ما احنا عارفين دلوقتي ان الليفنج مولكيولز كلها فيها لا اما امونيا لا اما كربوكسايل جروب اند سو اون، هم دول اللي موجودين. فهو بيقول في الكيميكال ايفوليوشن الكيميكال فانكشنال جروبس دي ايزلي فورم سيمبل مونيمر مولكيولز، ببساطه كونت مكونات بسيطه للمونيمرز اللي موجوده عندنا زي الامينو اسيدز والنيوكليوتايدز والشوجرز اللي هي مكونات الليفنج ماتر زي ما هناخد في المحاضره الجايه ان شاء الله. وان المونومرز دول ايزلي ميك بوليمرز، بيتجمعوا مع بعض عشان يعملوا ماكرو مولكيولز، مولكيولز كبيره، which favored the energy transforming and self replicating feature، والتي حبذت ان يبقى في عندنا كائنات بتولد طاقه و self replicate بتتكاثر، اللي هي الخصائص بتاعت الليفنج اورجانيزم، لكن هي ما فسرتش ازاي دول بقوا. تمام، دي كده ايديا سريعه عن بعض الثيوريز اللي كانت موجوده، الناس بتفكر ازاي الحياه نشأت. امال ايه اللي مقبول دلوقتي؟ اللي مقبول ان احنا مرتبطه اكتر بالسبيشال كرييشن اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، وهي دي اللي بنسميها السيل ثيوري. السيل ثيوري بتشترط ثلاث حاجات. أول حاجة بتقول إن all living things are made of one or more cells، كل الكائنات الحية تتكون من خلية أو أكثر. والcells are the basic units of structure and function of organism، وإن الخلايا دي هي وحدة البناء ووحدة الوظيفة بتاعت هذه الكائنات. وأخيرا all cells، كل الخلايا arise from existing cells، كل الخلايا بتنشأ من خلايا already موجودة except the first created cell، ما عدا الخلية التي خلقت أولا. وبالتالي يبقى هنا دوت بترجعنا للسبيشال كريشن، إن هو ربنا هو اللي أوجد أول خلية وبعد كده ابتدت عملية التكاثر والريبليكيشن تحصل. طيب دي كده السلسلة، دي النظرية اللي احنا بنتابعها عشان نعرف الحياة والخلايا نشأت ازاي. طيب اول خلية شفناها امتى؟ شفناها بمساعدة عالم روبرت هوك، واحنا محتاجين نبقى فاكرين اسماء العلماء دي هم عملوا ايه، لكن مش مهم السنة بالنسبة لي. فالفيرست ريكوردد اوبزرفيشن اوف ذا سيل حصلت على ايد روبرت هوك، ان هو عمل الميكروسكوب اللي احنا شايفينه ده، ولا يشبه الميكروسكوب اللي احنا بنستخدمه في المعمل، وبص ساعتها على slices of cork، الفلين اللي هم كانوا زمان بيقفلوا بيه الازايز دوت، قطعوا بالموس كده، هو بص عليه تحت الميكروسكوب فشاف المنظر ده. على فكره دي مش صوره، دي رسمه بالايد، هو زمان ما كانش فيه كاميرات، فكان بيبص تحت الميكروسكوب ويرسم بايده، ودي الرسمه اللي هو رسمها لشكل الخلايا الكورك، المربعات الصغيره ديت هي الخلايا بتاعتي. طيب ايه هي انواع الخلايا المختلفه؟ هنلاقي ان الخلايا عندنا بتتقسم لنوعين رئيسيين. اول نوع بنسميه ايوكاريوتيك سيل، والنوع الثاني بنسميه بروكاريوتيك سيل. تعالوا ناخد بسرعه كومباريزون سريعه بين الاثنين. بروكاريوتيك، برو يعني اولي، ايو يعني حقيقي، برو means primitive، بينما ايو means real. كاريوتيك means nucleus، يعني دي بنسميها اوليات النواة، ودي بنسميها حقيقيات النواة. تعالوا بسرعة كده ناخد comparison بينها. ايوكاريوتيك سيل have a true nucleus، عندهم نواة حقيقية bound by a double membrane، متحوطة بممبرين ثنائي. بروكاريوتيك سيل have no nucleus، ما عندهمش nucleus. Of course prokaryotic cell do have DNA، لكن هما لسه عندهم ال DNA اللي هو الحمض النووي and DNA functions، لكن هو مش متحوط ب membrane زي في حالة ال eukaryotic cell. ال DNA في حالة ال eukaryotic cell linear، يعني خطي، بيبقى عامل زي الشرطة، بينما ال prokaryotic cell ال DNA اللي فيها circular، بيبقى مدور عامل زي الحلقة، أوله متصل بآخره، it has no ends. البروكاريوتيك دي ان ايه
بنسميه نيكد دي ان ايه، ان هو دي ان ايه عريان. ليه؟ لان الايوكاريوتيك دي ان ايه كومبلكس ويز بروتينز بنسميهم هستونز. هنلاقي ان البروتين الدي ان ايه بتاع الايوكاريوتس بيبقى متغلف وملفوف حواليه بروتينات بنسميها هستونز، وبيجيت ارينج في الكروموزوم. لكن بينما البروكاريوتيك ما عندهاش الهستونز دي، هو ممكن يكون عندها بعض انواع البروتينات الثانيه لكن مش الهستونز، ونوت فورمد انتو كروموزوم، هي عباره بس عن حلقه واحده. طيب في فرق كمان، في فرق كمان اخير، في فروقات تانيه احنا لكن هم دول احنا مهتمين بيهم. الفرق الاخير ان احنا في عندنا حاجه اسمها رايبوسومز. الرايبوسومز دي الاماكن اللي بيتصنع فيها البروتينات جوه الخليه، بنسميها البروتين فاكتور. لان يهمني في السلايد دي دلوقتي هناخد الرايبوسومز بعد كده بالتفصيل، ان الايوكاريوتيك رايبوزوم is larger in size and more complex، واكثر تعقيدا من ذوز بتوع البروكاريوتيك سيل. هناخد الفروقات بينهم بالتفصيل في الاورجانيلز مع دكتوره منى ان شاء الله. طيب هنلاقي ان الايوكاريوتيك سيل بتتقسم لنوعين اساسيين، في نوع بنسميه انيمال سيل، في نوع بنسميه بلانت سيل. وجرى العرف ان انا لو بتكلم على ايوكاريوتيك سيل ومحددتش فانا بتكلم على الانيمال سيل، يعني البلانت سيل سبيشال تايب من الايوكاريوتيك سيل. لو انا قصدي ايوكاريوتيك سيل كده ومحددتش انا بتكلم على ايه، فانا بعني ان انا بتكلم على انيمال سيل. طيب ايه الفرق وايه اوجه الشبه بين الانيمال سيل والبلانت سيل؟ الانيمال سيل والبلانت سيل السيميلاريتيز بتاعتهم بوث اوف ذم ار ايوكاريوتيك، هما الاثنين حقيقيات النواه. زي هاف سيميلار اورجانيلز، عندهم اورجانيلز وهناخدها بالتفصيل مع دكتوره منى، عندهم نيوكليوس، عندهم ميتوكوندريا، عندهم اندوبلازميك ريتيكولم، عندهم جولجي اباريتس، وعندهم لايزوزومز. وفي نفس الوقت زي كونتين سيميلار ميمبرينز، عندهم ميمبرينز متشابهه، وبرضو السيتوسول او السيتوبلازم بتاعهم متشابه. امال ايه الفروقات بقى؟ وات ار ذا ديفرنسز؟ هنلاقي ان البلانت سيل يوجوالي لارجر، غالبا بتبقى اكبر في الحجم، مش مهم عندي الارقام بس افتكر ان البلانت سيل غالبا اكبر من الانيمال سيل. البلانت سيل عندها حاجة مميزة مش موجودة في الانيمال سيل، هي الكلوروبلاست. الكلوروبلاست دي المكان اللي بيحصل فيه الفوتوسينثيز، اللي بيحصل فيه التمثيل الضوئي. لكن الانيمال سيل وده اللي عن طريق البلانت سيل بتحصلوا على الانرجي بتاعتها. لكن الانيمال سيل بتحصل على الانرجي من الميتوكوندريون اللي هو السنجلر بتاع الميتوكوندريون. طب في فرق تاني؟ في فرق تاني كمان، ان البلانت سيل عندها ريجيد سيل وول، عندها جدار خلوي سميك وقوي موجود براها. الانيمال سيل ما عندهاش السيل وول دول. واخيرا البلانت سيل عندها معظم الخليه بتاعه البلانت سيل بيبقى فيها اجزاء كبيره متفرغه، بتفيل بتاكت از سبيس فيلر، يعني زي حاجه بتملى الفراغ اللي هي بنسميها فاكيولز. الانيمال سيل ما عندهاش الاستراكشرز دي. طيب اخر حاجه عندنا هنتكلم عليها النهارده، ان هي عايزين نعرف ايه هي الكاركترستكس اللي موجوده في حاجه اقدر اقول عليها ليفنج اورجانيزم. الحاجه اللي احنا نقدر نقول عليها انها ليفنج اورجانيزم محتاجه ان هو يكون فيها بعض الكاركترستكس. الكاركترستكس دي الناس اختلفت فيها، في حاجه في ناس قالوا ان هم 3، في ناس قالوا ان هم 5، في ناس قالوا ان هم 7، في ناس قالوا ان هم 8. فهنلاقي ان احنا عندنا في جمعنا لكم التمانية مع بعض، لكن keep in mind ان هو ممكن حد يديبيت معاك ويقول لك لا هم مش كلهم اساسيين. فتعالوا نتكلم على واحدة واحدة. في اول واحدة عندنا بنسميها cellular organization. ايه cellular organization؟ التنظيم الخلوي، يعني معناها ان كل حاجة موجودة جوه الخلية موجودة في مكان محدد. الخلايا مترتبة، ان هو لو الترتيب ده اختل الخلية دي ممكن تفقد الخاصية ان هي تبقى حي. All organisms consist of one or more cells. في organisms ممكن تبقى خلية واحدة، ممكن يبقوا اكتر.
The cell represents complex organized assemblage of molecules enclosed within membrane. في عندنا membrane وجواه الستركشرز المختلفة، الستركشرز المختلفة دي مترتبة بطريقة معينة بتقوم بوظيفة معينة. لو الترتيب ده اتغير، لو الممبرين اللي بيحوطهم ده اتقطع، الخلية فقدت خاصية بتاعت الاورجانيزيشن وبالتالي فقدت الكاركترستكس بتاعت ليفني، بقى معنى الخلية دي مات. طيب sensitivity الحساسية، all organisms respond to stimuli، كل الكائنات الحية تستجيب للاستثارة. يعني ايه؟ يعني لو انت جيت تحط ايدك على سيرفس سخنة، على ايدك على البوتاجاز، هتلاقي ايه؟ هتلاقي انك هترسبوند، هتستجيب ان انت حسيت بالحرارة فبتبعد. في بعض الاورجانيزمات تستجيب للضوء، لما يكون في ضوء تتجه ناحية الضوء، مثلا الخلايا النباتية اللي هو النبات وهو بينمو بيتجه ناحية مصدر الضوء. لكن لازم نكيب in mind ان not all organisms respond to stimuli in the same way. مش كل الكائنات الحية تستجيب للستيمولاي للمؤثر دوت بنفس الطريقة. تعالى مثال، المثال بتاعنا برضو خلينا الحاجة السخنة دي. لو احنا عندنا طفل صغير وشاب متوسط وراجل عجوز، هما التلاتة حطوا ايديهم على نفس السطح الساخن بنفس درجة الحرارة، هتلاقي السرعة بتاعت رد الفعل بتاعهم مختلفة. ليه؟ لان الحساسية بتاعتهم مختلفة. الراجل العجوز ده بمعظم الخلايا بتاعته اوريدي ماتت، الجلد بتاعه ناشف، فتلاقي ان هو هيستحمل اكتر لان هو مش هيحس بالحرارة بصورة جيدة. بينما الطفل الصغير اول ما يحط ايده هتلاقيه صرخ وصوت وبيشيل دي بسرعة. فده فرق في الديجري بتاعت ستيمولاي. الخاصية التالتة بنسميها ريجوليشن، تنظيم. طب ايه ده يفرق ايه عن اللي لسه قايلين عليه سيلولار اورجانيزيشن؟ ريجوليشن ده مقصود بيه، تفتكروا لو احنا قلنا في تعريف السيل ستراكشر اند فانكشن، السيلولار اورجانيزيشن ده خاص بالستراكشر، بينما عملية الريجوليشن دي خاصة بالفانكشن. All organisms have regulatory mechanism، عندها ميكانيزمات تنظيمية that coordinate internal process and control internal functions، الوظائف الداخلية تتنظم بصورة منظمة. لو التنظيم دوت باظ الخلية حتم. طيب واحدة مهمة جدا من الخصائص اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنها عشان نوصف كائن حي هو الانرجي يوز، او بيزيكلي عملية الميتابوليزم، assimilation of energy and using it. فهنلاقي ان العملية كلها اي كائن حي بيتكون من ايه؟ ان هو بيترانسفير الانرجي عشان يكون كوفيلنت بونز، عشان يعمل كربوهيدراتس ويعمل بروتينز ويعمل ليبيدز، بيخزن الانرجي في الكوفيلنت بونز بتاعه الاستراكشر دي. فهنلاقي ان البلانت بيستخدم الانرجي فروم ذا سن في عمليه الفوتوسينثيس عشان يعمل الفود بتاعه، بينما الانيمالز والهيومنز بنلاقيهم ان هما بينجستوا بيبلعوا الاكل for this purpose. انت بتاكل عشان تحصل على الانرجي، البلانت بيعمل اكله بنفسه، ياخد الصن انرجي ويحولها للمواد الغذائية. في خاصية خمسة للليفينج اورجانيزم هي اللي بنسميها الجروس اند ديفلوبمنت. الليفينج اورجانيزم لازم ينمو ولازم يتطور، جرو اند تشينج. فهنلاقي ان هو بيحصل ديفرنشيشن، بيحصل تنوع، as well as when the cell mutate، لما كمان الخلايا بيحصل فيها طفرات into other types of cell making it more complex organism، لان هي تطور تبقى اكثر تعقيد. كل ما تكون انت بسيط كل ما تكون مفيش عندك تطور، كل ما تبتدي تبقى more complex يبقى انت كده حصل لك تطور. organisms growing changing and becoming more complex، ده اللي بنسميه الديفلوب. الجرو ده ان انت تطول في الطول وتطول في الحجم او تزيد في الحجم او بتاع، ده الجروس، ده النمو. ديفلوبمنت لا، ان انت تتطور، ان انت تبقى مور كومبلكس، تبقى مركب اكتر معقد اكتر وبتقوم بوظائف اعلى اكتر، تبقى كده حصل لك ديفلوب. ناخد بالنا ان احنا هنعرف ان في اورجانيزمات بتتكون من خليه واحده بنسميها سنجل سيل اورجانيزم، زي جرو از ويل، هما بيكبروا بس يمكن هو مش ريفلكتد بحاجه كبيره قوي لان هو التغير في الحجم مش كبير، لكن هما بيكبروا.
طيب الخاصية السادسة للليفينج اورجانيزم هي اللي بنسميها الريبرودكشن، عملية التكاثر. All organism reproduce in order to continue species life. كل الكائنات بتتكاثر عشان تحافظ على النوع بتاعها. في عندنا نوع بنسميه sexual reproduction، التكاثر الجنسي، in which a new organism الكائن الجديد will have some characteristics، هيحصل على بعض الخواص من المذر وبعضها من الفذر by combining their genetic information، عن طريق ان هو بيدمج المعلومات الوراثية اللي موجودة فيهم هم الاثنين. بينما الاسكشوال ريبرودكشن دوت نيو اورجانيزم از ان اكزاكت كوبي، هو نسخة طبق الاصل من الفيرست اورجانيزم as it result from splitting into two organisms، ان العملية دي بتنشأ بس نتيجة ان هو الكائن ده بينقسم الى خليتين. طيب واحد يقول لي طيب ما هو في ناس حية وما بتخلفش، اقول عليهم ميتين؟ هنقول لا، ناخد بالنا كويس قوي، هو الاورجانيزم ده الكائن ده البني ادم اللي ليس عنده القدرة للانجاب هو كائن حي، لكن هو اكتشوالي الخلايا اللي مسؤولة عن عملية الريبرودكشن في الشخص ده هي اللي فيها ديفكت، فهو ستيل هي الريبرودكشن هو خاصية من خصائص الليفينج سيل، لكن الكائن نفسه ما بيتغيرش. طيب عندنا نظرية تانية برضو مهمة جدا، وهنعرف بعد كده في آخر محاضرة خالص ان هي لما بتبص فعلا الحياة بتاعة الخلية بتتغير، هي اللي بنسميها الهوميوستاسيس. الهوميوستاسيس ده هو اللي بنسميه الاستقرار الداخلي او stable internal environment او condition which must be maintained، انها لازم تتحافظ عليها عشان تفضل living. For example هنلاقي درجة الحرارة temperature، water content كمية المية اللي موجودة جوه الخلية، الهارت بيت لو احنا عندنا كائن معقد زي البني ادم ده، عدد ضربات القلب، and other things in a way this has to be maintained stable. انت محتاج انك درجة حرارتك تفضل 37، محتاج ان المية جوه الخلايا بتاعتك تفضل 70%، ضربات قلبك يبقوا 70 من 70 ل 100 في الدقيقة. اي خلل في دوت ده معناها ان انت في عندك حاجة مش مظبوطة وممكن تؤدي الى loss of living characteristic بتاعة الخلية، فده اللي بنسميه homeostasis. فهنلاقي ان الخلية بتصرف energy، تستخدم energy عشان تكيب الconditions ديت stable. لو هي فقدت القدرة على السيطرة دي هنلاقي ان في الخلية بتتجه ان هي تبقى non-living. اخيرا اخر خاصية عندنا هي اللي بنسميها الهيريديتي او الوراثة، ان الاول اورجانيزمز اللي على الارض عندهم جيناتيك ماتيريال. جيناتيك ماتيريال ديت هي اللي بيحصل لها ريبليكيشن، يعني بيحصل ليها عمل نسخة جديدة منها اللي هو النيوكليك اسيد عشان تنقلها للجنريشن اللي بعديه. لو المعلومات ديت ما اتنقلتش بصورة مظبوطة وحصلت فيها تغيرات هنلاقي انها تحصل مشاكل والخلايا ممكن تموت او تتغير تمام. فهنلاقي عملية الريبليكيشن ديت بتسمح ببعض الادابتيشن التكيف and evolution التطور over time. هنلاقي بمرور الوقت الناس حياتها او المادة الوراثية بتاعتها بتتطور عشان تلائم الانفيرومنتال كونديشنز اللي موجودة عندها. النون ليفينج اورجانيزم مفيش فيهم خالص الموضوع ده، ولا هم ما عندهمش اصلا نيوكليك اسيد، فهنلاقي ان هو مفيش تطور، عمره ما هيحصل تطور نتيجة تغير في الجيناتيك ماتيريال زي اللي بيحصل في الليفينج اورجانيزم. وبكده يبقى احنا اتكلمنا على الثمانية كاركترستيكس بتوع الليفينج اورجانيزم. ده كده سامري اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة، اتكلمنا عرفنا يعني ايه سيل، وعرفنا النظريات المختلفة اللي ارتبطت بالاوريجين اوف لايف، وبعد كده اتكلمنا على السيل ثيوري سبيسيفيكلي، وقلنا ان دي اللي اكسبتد دلوقتي كبيز وان هي واللينكد للسبيشال كرييشن. واخر حاجة اتكلمنا على انواع الخلايا المختلفة ايوكاريوتس وبروكاريوتس، وعرفنا ان الايوكاريوتس في منهم بلانت وانيمال سيل. واخر جزء اتكلمنا فيه على الكاركترستيكس بتاعة الليفينج اورجانيزم، وقلنا ان هم اقصى حاجة 8 ممكن نفكر مع بعضينا ايه ممكن يكون يخش تحت واحدة تانية من الثمانية دول في بعددهم اقل، وده هو العلماء بيدي بيتو. شكرا لكم، نشوفكم المحاضرة الجاية.
إن شاء الله.